تتأثر المناطق الشمالية من المملكة بكتلة هوائية باردة لتعم الأجواء الباردة في معظم مناطق المملكة، وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. كما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، نجد أن هنالك كتلة هوائية باردة تسيطر على الأجواء ودخلت إلى المناطق الشمالية من المملكة، لتصبح الأجواء قارصة البرودة في معظم المناطق وتحديدا في المناطق الشمالية والحدود الشمالية، حيث من المتوقع أيضا أن تتشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر، لتكون الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع بسبب تأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية الباردة جدا. أما في العاصمة الرياض هذه الليلة متوقع أن يكون الأجواء توجد غيوم متفرقة بمشيئة الله، 12 درجة مئوية درجة الحرارة، وتصل سرعة الرياح إلى 14 كيلومتر في الساعة. وخلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وتحديدا في العاصمة الرياض يوم الجمعة درجة الحرارة 20 في ساعات النهار و13 في ساعات الليل، ارتفاع واضح لدرجات الحرارة يوم السبت لتصبح 25 درجة مئوية في ساعات النهار و16 درجة في ساعات الليل، ارتفاع بسيط أيضا يوم الأحد لتصل إلى 28 درجة مئوية نهارا و17 درجة في ساعات الليل. ومن هنا ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأها من سكاكا 16 إلى 5 درجات في ساعات الليل، عرعر من 14 إلى 3 درجات، وفي تبوك من 20 إلى 7 درجات مئوية في ساعات المساء. مكة المكرمة من 31 إلى 20 درجة، في الطائف من 25 إلى 16، في المدينة المنورة من 30 إلى 17 درجة مئوية، وفي جدة من 30 إلى 19 درجة في ساعات المساء. في أبها من 22 إلى 12 درجة، في الباحة من 22 أيضا إلى 14 درجة، وفي جازان من 30 إلى 25 درجة في ساعات المساء. في الدمام 20 إلى 13، في الإحساء 20 إلى 11، وفي حفر الباطن من 14 إلى 7 درجات مئوية بمشيئة الله. وأخيرا في العاصمة الرياض 20 إلى 13 درجة، في بريدة 20 إلى 14، وفي حائل من 20 إلى 8 درجات مئوية. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.